نحن قاسين الأمرين في مادة تندوه، عذاب، إهانة، قتل، حرق الناس حيين، حرقوا ناس حيين. الراس ديالو من العذاب سال منه الدود، كان موجود فينا النار من الجوع والعصا والقمل والوسخ. تأثرت في ديك العملية مدة 24 سنة، وجابنا ب 7 مليون دولار، عطاها للجزائريين وقالتها الإدعاء كمعاونة جزائرية ومشاريع في الجزائر باش يتلقونا. كانت كلها عذاب، كلها إهانة. والفكرة كانت دائما تراودني باش نكتب كتاب، هذا الكتاب اللي كتبته تما بالعربية وبالفرنسية، وكنت كنخليه عند واحد الأسيس سميتو بوزيد نتاونات، ولكن مين طلق له صراحة ما قديش نجيبه، من أجل تنوير المواطن المغربي باش يعرف الحقيقة ومع من حشرنا الله في الجوار. سامر عبد الله سابق وكيل المثلة الملكية شارك في حرب الصحراء المغربية كي نطهر أراضينا من المرتزقة، والحمد لله. تحية لحماة الوطن. شاء القدر أحد العمليات التي كانت من أكبر العمليات ديال وركزيز 1980 بعجالة، تأثرت في ديك العملية مدة 24 سنة، كانت كلها عذاب، كلها إهانة، ولكن كانت كلها افتخار لجنود المغرب الذين كانوا هناك. كنا حماة الوطن من أجل التراب ولازلنا. اتق الله الصراحة من بعد هذه 24 سنة اللي دوزت تما، والفكرة كانت دائما تراودني باش نكتب كتاب، هذا الكتاب اللي كتبته تما بالعربية وبالفرنسية، وكنت كنخليه عند واحد الأسيس سميتو بوزيد نتاونات، ولكن مين طلق له صراحة ما قديش نجيبه، ولكن بقات الأفكار كيف كنقولوا حنايا في الذاكرة. ومن جيت ولابد باش نكتب كتاب. لماذا؟ من أجل تنوير المواطن المغربي باش يعرف الحقيقة ومع من حشرنا الله في الجوار، ليس من أجل العداء أو العداوة لجيراننا، ولكن لا، من أجل الحقيقة الحقاء. نحن قاسين الأمرين في مادة تندوه، عذاب، إهانة، قتل، حرق الناس حيين، حرقوا ناس حيين، دفنوا ناس حيين. الضابط موزون على القهم رجلوه، قسموا له الراس ديالو. أنا اللي كنهضر هربت مع مجموعة وحصلنا، وهربت وحصلنا، الراس ديالو من العذاب سال منه الدود بشهادة من الأسرى. إذن شاء القدر باش يكون يوم الكتاب هنا بمدينة وجدة في هذا المعرض. وقلت لي ما لا حتى نقدم هذا الكتاب باش المواطن المغربي يكون واحد التحسيس، يكون واحد الموتيفاسيون باش يعرفوا ماذا عانوا القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك في سجون الجزائر بتندوف تحت الأوامر ديال القسم العسكري الجزائري. العذاب اللي غادي تقراوه هنا والإهانة اللي غادي تقراوه هنايا مورست علينا من طرف جزائريين ومن طرف مرتزقة. أنا اللي دار لي لونكيت، نزار المجرم مول العشيرة السوداء، أنا هو اللي دار لي لونكيت بالحضور ديال إن الوطن غفور رحيم عمر حضرمي، راه هنا. ومن هنا أنا أحيي عمر حضرمي علما أنه من المغاربة الضالين الذين لبوا النداء السامي إن الوطن غفور رحيم وجاءوا للمغرب. هذاك السيد إنسان طيب ونزيه، دبر راسه. وأنا مع الحسابات السياسية مع البلاد، أنا ماشي شغلي، أنا شغلي كيفاش كان كيعاملني ليه، كان كيعاملنا مزيان. والحديث طويل على عمر حضرمي، لأنه هو من شد على سيد محمد البطل العور اللي عماوه ديالنا في الحرب، كان موجود فينا النار من الجوع والعصا والقمل والوسخ. نهار شد عمر حضرمي مدير أمن، ربي صيفطوا لنا رحمة، هو وقريقاو إبراهيم خوبية ديال الله الذي يوجد ضابط سامي عند البوليزاريو من رقيبات ولاد الشيخ. السمح هدرت غير بعجالة، والكتاب ها هو هنا في المعرض. واللي يبغى يتعرف على تاريخ بلاده وعلى حماة الوطن مرحبا. العنوان ديالو او سيرفيس دو نوتر باتري دون لي كون دو كونسونطراسيون دو لالجيري. علاش بدات خديتي هذا العنوان؟ خديت هذا العنوان، انا كنت غادي ندير لو فاناتيزم بوليتيك اونتر لو ماروك اي لالجيري، تعصب سياسي بين المغرب والجزائر وحنا مشينا ضحيه. ولكن الناس اقترحوا عليا، قال لك لا، دير في خدمة الوطن داخل زنازين الجزائر. هذا الكتاب فيه جوج ديال لي فولي، فيه أنا اللي كنت في حمادة تندوف مع 1900 أسير، وفيه السرجي مصطفى أسير حرب اللي كان بوغار وقصر البخاري والبليدة، كانت واحد 500 أسير مغربي داتهم الجزائر داخل الجزائر. هو حكى العذاب المعنوي اللي كان كيتمارس عليهم في الجزائر
وانا حكيت العذاب والاعمال الشاقه اللي مورست علينا بحماده تندوف. كانوا الاسرى المغاربه من تندوف حتى المخيم الداخل لتمرست، ومن تندوف حتى الزويرات اغوينيث. هذا مجمل القول، والحديث طويل وطويل وطويل، ولكن هذه خلاصه باش الناس تعرف ما مورس علينا من عذاب حماده تندوف. لا، اخر اسرى جاوا في شهر 8 2005، جابهم المارينز ديال الميريكان، جابوهم صحه، دازوا ديريكت للجزائر، قالوا معطيونا دوك الاسرى، فيها لا مفاوضات لا منظمه غير حكوميه، وعطاوهم مدلوا لي الراس ودخلوا لبلادهم. حنا جينا عبر منظمات غير حكوميه. مثلا لو كنقول لكم انا شكون لي المنظمه اللي جابتنا، غادي تستغربوا. كيقول لك اودي تال بير تال فيس، ربما هنا غادي نقول لكم باللي، وهذا موضوع طويل، حنا القدافي وبخروبه اللي داروا لنا المشكل. ولكن شكون اللي كان وسيط باش غادي نجيو حنا في 2003 شهر 12 2003 في شهر رمضان، سيف الاسلام ود القدافي. حنا مين شفنا سيف الاسلام مجموعه ديال 243 اسير، المسار ديالنا تقلبوا، لان كنعرفوا اللهج والكلام اللي كيقولوا. غادي يدخل في وسطنا، غادي يقول لك اودي المملكه المغربيه التوسعيه الامبرياليه الملك كذاش العامل. قلنا غير اتفقنا حنا واحد 30 واحد غير يبقى يسب الملك ويقول نقولوا اسمع سيف الاسلام قاتم، حنا ما غاديينش. الا كانت غير هكذا تسبوا لنا بلادنا، الساعه كان العكس. سيف الاسلام مازال الصوره ديالو بين عينيا، جا هو والمنار واحد الاذاعه ديال الشيعه، وما بغاوش ينقلوا ذاك الكلام اللي قال سيف الاسلام، وجات الاذاعه والتلفزه ديال اسبانيا وما بغاوش ينقلوا ذاك، وجات الاذاعه ديال الجزائر والتلفزه ما نقلوش. علاش؟ قالنا السلام عليكم ايها المغاربه. انا واحد من دوك الناس اللي سلمت عليه، قلنا احنا غير يقول جبهه البوليسيه الجمهوريه المزعومه ارجعوا للور، ولكن قالنا انا هنا، هو هضر باللغه العربيه، انا غادي نقول داك الشيء اللي قال. قال انا جيت بمبادره مع الاخوه الجزائريين والمسؤولين الجزائريين باش يطلقوا هاد باش يطلقوكم كاملين. كنا ديك الساعه 743، ولكن عطاوني غير هاد المجموعه ديال 243، ونوعدكم باللي غادي نرجع ان شاء الله ندي ديك 500. وجابنا ب 7 مليون دولار عطاها للجزائريين، وقالتها الاذاعه كمعاونه جزائريه ومشاريع في الجزائر باش يطلقونا. اذا احنا مشينا بضاعه وجينا بضاعه، اسمح على هذا العنوان. وقال سيف الاسلام المغرب له تاريخ، وما ننساوش المغرب والجنود المغاربه في معركه الجولان بسوريا، ونحن ضد تشتيت الامه العربيه، بل بالعكس من اجل لحمه الامه العربيه. احنا هنا فهمنا باللي هو ضد الشرذمه ديال المرتزقه ديال البوليزاريو. هذا سيف الاسلام، انا اقول هذا الكلام ومعايا 243 واحتمل مسؤوليه هذا الكلام. وقتنا وقت المشاهد الكريم في الافراج عنكم، بغينا نعرفوا ديك المرحله كيفاش مرات. يعجز ربما اللسان، لان من نقول لك 16 ساعه ل 24 ساعه اعمال شاقه، من نقول لك من 76 ل 87، من 87 لهنا تغيرت الامور، باش نكون واضح.